هنا في النصب التذكاري للإنسانية قد تجمعت قلوب بشرية منحوتة بأيادي فنان العالم لتدلل على أن تلك الدماء التي تجري في شراييننا والتي توهبنا الحياة إنما تأتي من مصدر واحد، القلب، قلب الإنسان. They have come a long way from all around the world. Their talent is their tool. Their cause is their motive. They all share a moment. They all share a spot. They all came to make art with all their hearts. A heart is the good that lies in you. It's what people love about you. It is the memory that you leave behind. It's kind. It's brave. It's sensitive. Your heart is what keeps you alive. We may all look different, talk different, dress different. But deep down, if we look inside, we find that we are all the same at heart. Whatever you do, stay true to your heart. من أجل الإنسانية اجتمع هنا في هذه البقعة الطيبة مجموعة من النحاتين من كل أرجاء المعمورة كي يشكلوا قلوبا بشرية كدلالة على أن رغم كل هذا التنوع والاختلاف فإننا جميعنا إنسان يحمل بين ضلوعه قلباً ينبض بالحياة وقد توسطهم قلب مصري ينبض بالإنسانية والحضارة ويضخ في شرايين العالم السلام والمحبة فتحولت هذه القطعة من أرض سيناء المباركة إلى نصب تذكاري لإحياء الإنسانية تخليداً لكفاح البشرية من أجل البقاء وإنهاء الصراعات وجاءت الفكرة أن يتم تصميم هذا النصب التذكاري باستلهام المساقط الرأسية للمجموعة النجمية كدلالة ورمزية لاتصال السماء بالأرض على أرض سيناء أرض السلام بنينا حضارة فوضعت علينا مسؤولية تجعلنا نسأل من جديد ماذا لو؟ لو أصبحت مصر رمزاً لإحياء الإنسانية فنظرنا للسماء اقتداءً بما فعله أجدادنا لتكن لنا إلهاماً لنطور ونبني النصب التذكاري لإحياء الإنسانية دعوة للعالم على أرض السلام لرحلة مقسمة إلى 7 جولات مستوحاة من 7 أعمدة التي تناغمت واختلطت على أرضنا كانت البداية في 2018 بهدية من مصر للعالم والإنسانية أعلنها من هنا للعودة إلى الإنسانية The Memorial متحف مفتوح يزينه قلوب منحوتة تمثل جميع ثقافات وبلدان العالم ساهم فيها مختلف الجنسيات وحتى لا ننسى ضحايا الإرهاب وتخليداً لذكراهم نمر من خلال Humanity Arch قوس الإنسانية لخلق عالم فيه الأمان والوحدة والسلام ولأن المعرفة هي الضوء الذي ينير حاضرنا Knowledge District كانت الحضارة الإغريقية خير دليل هنا نتساءل كيف سيكون الحاضر بدون اختراعات ونظريات الماضي تبدأ الجولة بهذا السؤال ماذا لو؟ جولة فريدة تتعرف فيها على كل من ساهم في جعل حاضرنا بهذا التقدم وتتعرف فيها على أفراد يبقى أثرهم في تشكيل معاني الإنسانية
نتذكر من خلالها دورنا الإنساني تجاه العالم، تنير لنا عظمة الماضي الذي لولاه ما كان حاضرنا أفضل. رحلة مختلفة تأخذك لأرض الماضي مرة ولسماء المستقبل مرات، ومنها لاكتشاف بلد الجمال مصر من شمالها لجنوبها، مروراً ببحارها وسواحلها وطبيعتها، ومن ثم ننتقل إلى Environmental District. فبين الأرض والبحر والسماء نجد اتصال الإنسان بالطبيعة، كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يتنفس، يصنع، ينمو، يتفاعل ويتأقلم. تجربة سينمائية تربط الإنسان بالطبيعة وتعكس أهمية كليهما للآخر، وتزرع في قلوبنا الانتماء إليها عندما يتحدث الجميع بلغة واحدة، لغة التنوع. Cultural District، مستوحاة من حضارة البحر المتوسط، تجربة تمر فيها على جميع مراحل السعادة، جولة مليئة بالإبهار تبدأها في مكان يجعل أحلام الطفولة واقعاً، لتتنقل بعدها عبر الثقافات من خلال طعامهم المميز في تجربة ماتعة في منطقة الطعام التي تجمع مختلف المطاعم من مختلف الثقافات في مكان واحد يعكس تنوع الحضارات. بعدها ننتقل إلى مبنى متكامل مبني على روح العمل، Innovation District. نتذكر وقتها الحضارة المصرية القديمة في مكان يطرح فيه جميع الأفكار لحل المشاكل الإنسانية، في بيئة تملأها روح الشباب وخبرات الماضي والحاضر. ثم ننتقل إلى أجواء الحضارة الإسلامية، Evenfield. في مكان مجهز بأحدث الإمكانيات يستوعب أكثر من 20,000 شخص، لدعوة فريدة نكتشف فيها القدرة على بناء عالم واحد، حيث تستمر فيه أحداث استثنائية تعزز فكرة الاهتمام بالآخر وتسلط الضوء على المواقف الإنسانية المختلفة. ومنه إلى يونيتي رينج، المستوحى من روح الوحدة التي نجدها في الحضارة القبطية، وهنا تلتف الشعوب ويصبح العالم كياناً واحداً. لغة السلام مستندة بذلك على أحدث أساليب العرض المتطورة لنشر رسائل متعددة هدفها الأساسي إعادة إحياء الإنسانية، لتنتهي الرحلة برسالة دمج بين الحضارات عنوانها التعايش. اجعلوا كنزكم في رحلة إلى المستقبل الواعد المفعم بالسلام والاستقرار والتنمية. مارسوا الصدق وأمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين، فالأحلام لا تسقط بالتقادم.